ونحن كما نعلم نمر بخواتيم هذه الحكم وهي المناجاة التي ختم بها ابن عطاء الله حكمه هذه. يقول رحمه الله تعالى: إلهي، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ هذه المعاني التي يخاطب بها ابن عطاء الله ربه، يناجي بها ربه، سبق أن ذكرها في بعض الحكم التي شرحناها شرحا مطولا ومفصلا. هنالك يثبتها علما وبيانا، وها هنا يناجي بها ربه سبحانه وتعالى شعورا وتفاعلا. نعم، يقول رحمه الله: إلهي، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ في الناس المحجوبين عن الله عز وجل من يحاول أن يستدل عليه على وجوده وعلى وحدانيته وصفاته بما هو مفتقر في وجوده إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس من المنطق في شيء. أنا كيف أستدل على أن الله عز وجل موجود أو غير موجود مثلا؟ بأشياء هي بحد ذاتها لا يمكن أن توجد إلا بإيجاد الله سبحانه وتعالى، هي مفتقرة إلى الله. كيف أستدل بما هو مفتقر إلى الله على الله؟ هل هذا من المنطق في شيء؟ لا أبدا. بعبارة أخرى أو بتمثيل قريب ومقرب، أنت تستدل عندما تحمل مصباحا بيدك، تستدل بالمصباح على وجود الأمتعة المختلفة التي من حولك، أم تستدل بهذه الأمتعة بجدران الغرفة، بالأشياء الموجودة في داخل الغرفة، تستدل بها على المصباح؟ ما الجواب؟ يعني هل تستدل بالمصباح الذي به أضاءت الغرفة التي أنت فيها، وبه رأيت ما رأيت من أمتعة الدار؟ هل تستدل بالمصباح عليها، أم تستدل بما هو مفتقر إلى الإصباح لكي تراه؟ كلكم يعلم أننا نستدل بالمصباح، نحمل المصباح وننظر يمينا وشمالا، بالمصباح نرى أشياء الدار، بالنور يعني نرى الأشياء التي في الدار، لأن النور هو الذي أبرزها. الله نور السماوات والأرض، أليس كذلك؟ طيب، فإذا أنا أستدل بالله على آثاره، ولا أستدل بالأشياء التي لا يمكن أن أراها إلا بنور الله سبحانه وتعالى على الله عز وجل. أنا إن قلت أنا أستدل بوجود الجبال، البحار، النباتات،
الحيوانات الأفلاك أستدل بها على وجود الله عز وجل. فأنا كمن يقول أنا أستدل بجدران الغرفة وبأمتعة هذه الغرفة التي رأيتها بضوء المصباح أستدل بها على وجود المصباح، هذا كلام إنسان مغفل. هل هذا الكلام منطقي أيها الإخوة أم لا؟ كلام دقيق. نعم، وهذا ما يقوله ابن عطاء الله: إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ يعني جدران الغرفة وأمتعة الغرفة هي التي تظهر المصباح، أم المصباح هو الذي يظهر الغرفة وما فيها؟ الجواب واضح، لكن هذا الكلام يتيه عن بعض الناس. من هم الناس الذين يتعاملون في أمور الكون مع ميزان العين الباصرة فقط ولا يقيمون وزنا للبصيرة يعني العقل؟ ميزانهم في الحكم هو العين التي تبصر، يلتفت يمينا وشمالا ويحرك حدقتيه يمينا وشمالا، يقول طيب وين البارز؟ وأنا لا أرى، لكنني أرى الجبال، أرى الأفلاك، أرى الشمس. نعم، طيب أين يكمن الخطأ؟ الخطأ يكمن في أنك جعلت ميزان الحقائق التي تؤمن بها هذه الحدقة فقط، وهذا خطأ. البصيرة هي الميزان وليس البصر وحده. البصر جند من جنود البصيرة، ونعني بالبصيرة العقل. نعم، وما يتبع العقل من المشاعر والفطرة ونحو ذلك. فأنا عندما خلقت وتفتحت براعم عقلي واستيقظت الفطرة بين جوانحي ولم أحجب نفسي عن الحقيقة بكبرياء، بعصبية، بخضوع لرعونات، لشهوات، دون أن أنظر إلى المكونات، سأجد كل ذرة في كياني تهتف بوجود الله عز وجل. هذا العقل الذي أتمتع به هو نور. من أين جاء هذا النور؟ من أين؟ من عند الله عز وجل. إياكم أن تتصوروا أن الإدراك عملية فيزيولوجية وأن الدماغ هو الذي يبث، نعم، يعني نوع من الكهربائية التي تتحول إلى إدراك. إياكم، كلام حمق. نعم، نعم، أنت تدرك الأشياء بواسطة المخ، لكن نورا ينعكس على المخ، على الدماغ، يشرق عليه هذا النور فيتكون من هذا النور الذي أشرق على الدماغ الإدراك. حسنا، النور من أين انسكب على دماغك؟ من أين؟ من عند الباري عز وجل. بهذا النور ترى المكونات، أي بالله ترى المكونات، بالله ترى المكونات. ومن ثم فأنت تجعل من هذا النور الرباني الذي متعك به وعرفت به ربك، تجعل منه الدليل على وجود المكونات وليس العكس. دليل على وجود الأفلاك، دليل على وجود هذه المكونات التي تراها، ومن ثم هي بدورها أثر من آثار وجود الله سبحانه وتعالى.
الإنسان الذي يحبس نفسه في أقطار المكونات ويقول هذه المكونات هي كذا وكذا وكذا وكذا، إذن هي دليل على وجود الله، مرحلة جيدة جيدة ولا بد منها، ولكن ما ينبغي أن يحصر نفسه فيها كما سنجد، ينبغي أن يتجاوزها إلى الحقيقة التي يقولها ابن عطاء الله سبحانه وتعالى. يعني ينبغي أن تتجاوز المكونات وتعلم أن الله عز وجل هو مصدر هذه المكونات، فأنت لا ترى المكونات إلا بالله وليس العكس، ينبغي أن تصل إلى هذه المرحلة. أما إن حبست نفسك ضمن دائرة دليل ومدلول أكوان وما تدل عليه هذه الأكوان، فالشيطان ممكن أن يدخل في قلبك وساوس بكل هذه الأدلة، ممكن أن يدخل في قلبك وساوس، لكن لا بد أن تتجاوز سلم الأدلة إلى مشاهدة النور الرباني الذي به أشرقت السماوات والأرض كلها. نعم. ورحم الله الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه، قالوا ورد في ترجمته أنه كان جالسا بين إخوانه ومريديه مرة، فصرخ بصوت عالي وقال: اخسأ أيها الملعون، إنني أعرف الله بدون دليل. الناس الذين من حوله تعجبوا، يعني ما في مناسبة لأن يقول هذا الكلام، ما كلمه أحد ولا ناقشه أحد، فجأة بعد ذلك تجرأ بعض تلامذته إخوانه مريدي سألوه يعني عن الذي دفعه إلى هذا الكلام، فقال: كان قد أقبل إلي شخص من الناس يريد أن يأخذ عهدا مني، طريقة يعني. الشيخ عبد القادر الجيلاني له منهجه التربوي في السلوك إلى الله عز وجل. طبعا الشيخ عبد القادر الجيلاني رجل متمسك بالشريعة، وكان مضرب المثل في كراهته للبدع ومحاربته للبدع. فرأيته يتباهى بعلومه التي جمعها من هذه الآثار المكونات العلوم التي ندرسها مثلا في العقائد، دليل على وجود الله الرجحان بدون مرجع، بطلان الدور دليل على وجود الله، العلة الغائية، ما إلى آخر ما هنالك. رأيته يتباهى بها، فقلت له: هذه العلوم لا تفيدك، تجاوزها. فرأيته معتزا بها ومتباهيا بها، ولم ينشرح لأن يسير على النهج الذي بينته له، ذهب. الآن أطلعني الله عز وجل عليه وإذا هو في سياق الموت، وجاء الشيطان، وأنتم تعلمون أن فتنة الموت فتنة خطيرة، فتنة مسيح الدجال وفتنة الموت خطيرة جدا، لأن الشيطان يحاول إذا لم يستطع أن يقتنص إيمان الإنسان في حياته، يحاول جاهدا أن يقتنص هذا الإيمان عند موته. نعم. قل: جاء الشيطان فأبطل له أدلته كلها. نعم، يعني أدخل في ذهنه ريبا وشكوكا في هذه الأدلة كلها، وكاد الرجل أن يرحل إلى الله وهو خاو وخال من عقائده الإيمانية. فصرخت بالشيطان وقلت له: اخسأ أيها الملعون، فإني أعلم الله بدون دليل. يعني كان هذا على لسان ذلك المريض الذي وقع في سياق الموت. ما معنى أعلم الله بدون دليل؟ هذا الذي يقوله ابن عطاء الله. أنت في أول الأمر ممكن
بسبب الاحتجاب عن الله عز وجل. يعني كثيرا ما يكون الإنسان مسجون بهذه الآثار الكونية. طيب بسبب ذلك ممكن أن ترحل إلى الله بهذه الأدلة. طيب الأدلة أثبتت لك ورسخت في ذهنك وجود الله ووحدانية الله، الآن مهمتك أن تضع هذه المكونات ظاهريا وراءك، وأن تعلم أنك بالله عرفت هذه المكونات، بالله هديت إلى وجودها. فالله سبحانه وتعالى هو ينبوع الحقائق، ومن ثم انتهت فترة الاعتماد على الأدلة. مثل ما يقول جلال الدين الرومي، نعم يا أيها الإنسان السالك، الآن بعد أن جمعت الأدلة على وجود الله وفهمت وترسخت في كيانك حقائق هذا الدين، وعرفت الله عز وجل بسرك وفطرتك ويقينك، الآن العصا التي كنت تتوكى عليها انتهت مهمتها، العرج راح، كنت مضطر أنك تعتمد على العصا، لكن الآن ما في، اترك العصاي وخلاص. هذا ما يقوله ابن عطاء الله: إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ الأشياء هي مصابيح الدلالة على الله، أم الله هو النور الدال على الأشياء؟ الجواب واضح. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ متى غبت عن البصائر لا عن الأبصار؟ هو الظاهر والباطن، اسمان من أسماء الله تعالى. هو الظاهر أظهر من كل شيء، لكن لماذا؟ للبصائر. وهو الباطن الذي لا تدركه الأبصار. الآن الحديث عن البصائر، نعم، هل غاب الله عز وجل عنك وبعد حتى تكون المكونات والآثار أقرب إليك منه؟ حاشا حاشا، بشكل من الأشكال. ممكن أن أستدل بهذا الماء على وجود الله، هل هذا يعني أن الماء أقرب إلي كيقين يؤمن به عقلي من الله عز وجل؟ لا، أبدا أبدا. الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، يعني منور السماوات والأرض. بالله عرفت كل شيء، بالله رأيت كل شيء، بالله عرفت نفسك. فالله سبحانه وتعالى هو الظاهر لعقلك، وهو الباطن المخبوء عن عينك. نعم. ثم يقول، ولاحظوا هذه المناجات قسمين، القسم الأول كله ثناء على الله، ثناء على، بعدين القسم الثاني دعاء ورجاء من الله. إن شاء الله ربي عز وجل بيجعل من هذه الخواتيم لحكم ابن عطاء الله بركة كبيرة، بركة كبيرة 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 كتير إلنا وللبلد كلها. نعم. إلهي عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبك نصيبا. إلهي حقيقة عميت عين لا تراك عليها رقيبا، هذا ليس دعاء، هذا إخبار. يعني قد يظن أنه عم يدعي عليه، لا، هذا إخبار، يعني يا إلهي أنا أعلم حقيقة لا أرتاب فيها، وهي أن العين التي لا تراك أنت رقيبا عليها عمياء، وأنا أعلم حقيقة أخرى، وهو أن عبدا يمارس في حياته صفق التجارة ليس له نصيب من حبك له، يقينا هو خاسر. فهو يخبر عن حقيقة ولا يدعو على من يكون بهذا الشكل، يخبر: إلهي عميت عين
لا تراك عليها رقيبا. الآن أنا إذا كنت أجول في هذه الحياة الدنيا أتقلب في نعيمها في رغدها، أعاني من مصائبها ابتلاءاتها، وأنا غائب وذاهل عن مراقبة الله سبحانه وتعالى لي، نعم ذاهل عن هذا، الحقيقة عيني التي أظن أنني متمتع بها عين عمياء. كيف؟ أنا أعلم أن وجودي بمن؟ بالله. أصل وجودي، استمرار وجودي بمن؟ بالله. استمرارية مقومات وجودي، يعني أنفاسي الصاعدة الهابطة، بقاء الروح بمن؟ بالله. تقلباتي ما بين يقظة ورقاد، طعام شراب، بمن؟ بالله. لحظة فراغ، أليس كذلك؟ طبعا. زوالي، انتقالي من هذه الحياة إلى الحياة البرزخية عبر بوابة الموت، بالله، كله بالله. إذن الباري عز وجل يراقبني لا يوما فيوما، لحظة فلحظة. ولو استطعنا أن نقسم اللحظة إلى وحدات زمانية لعبرنا بتلك الوحدات. نعم. طيب، فعلى الرغم من هذا العلم أنا أعلم وجودي بالله، ذا ارتحالي عن الدنيا بالله، استمرارية وجودي بالله، أنفاسي الصاعدة الهابطة بالله، ومع ذلك أتقلب في هذه الحياة وأنا ناس أن الله يراقبني وأنا ذاهل عن هذه الحقيقة. أليست عيني في هذه الحال عمياء؟ مرة أخرى نقول المراد بالعين هنا البصيرة، عمياء فعلا. كيف يا هذا؟ أنت كما قلنا أكثر من مرة، أنت تتمتع بطاقات لا شك، حشيت فيك طاقات مثيرة، لكنك لست فاعلا لها، وإنما أنت منفعل بها. يعني تتمتع بالعقل، لكن أنت ما غرسته بكيانك، ما حكمت على حالك بالعقل، ما شفت حالك غير أن تدرك أن تعرف. طيب، فأنت منفعل، بدليل أنه بكرة العقل بيضور بيروح وبتنسى بعد تذكر، ما بتقدر تحافظ عليه. إذن أنت منفعل، أنت تتمتع بطاقة بها تقوم بها تمشي بها تبطش تفعل تترك، لكن هل أنت فاعل لهذه الطاقة أم أنت منفعل بها؟ منفعل، يعني فجأة وجدت هذه الطاقة في كيانك بعد ضعف، وستعود هذه الطاقة مرة أخرى إلى ضعف، لا تملك إبقاءها لديك، إذن أنت منفعل بهذا. كذلك لسانك الذي تنطق به، كذلك كل ما تتمتع به أنت منفعل، يعني مثل الصور التي تنعكس على جهاز استقبال، أليس كذلك؟ بنقول إنه هذه الشاشة تنفعل بهذه الصور ولا تفعلها، الفعل لمين؟ لجهاز الإرسال. أنا يا ابن آدم جهاز استقبال، تنعكس علي نعم أمور شتى وطاقات وقدرات، لكنها كلها آتية من الخارج وستذهب مرة أخرى، فأنا كهذه الشاشة التي تنعكس عليها هذه الصور. أنا أعرف هذه الحقيقة. طيب، لما بعرف هذه الحقيقة، أنا شاشة، لازم دائما لاحظ جهاز الإرسال، لازم أعرف دائما أنه القدرة منين عم تجيني، هالعقل منين عم يجيني، الإدراك منين، هاللسان اللي عم يتحرك بيتم منين يجيني، هالجهاز الذي أتمتع به كيف يتم من عندي مولاي وخالقي. لك لازم أنا بكل لحظة راقب هذا الإله، بالله أتحرك، بالله أنطق، بالله أتمدد، بالله أستيقظ، بالله أرقد، بالله آكل، بالله أمضغ. طيب، معقول؟
أنه تمضى حياتي ما أعرف هذا الإله الذي به حركاتي كلها. حقا ما يقوله ابن عطاء الله: إلهي عميت عين لا ترك عليها رقيبا. طيب، وخسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبك نصيبا. إنسان يمارس أعماله المختلفة في هذه الحياة الدنيا من تجارة من صناعة من يعني يسعى ابتغاء الحصول على ما يحلو له، ما يسعده، ما يدخل السرور في كيانه. طيب، هذا الذي يفعل ذلك يفعل هذا كله وقد حجب عن أن يسعى سعيه اللاهث الحسيس ليجعل لنفسه نصيبا من حب الله له. شو استفاد؟ ركض وراء المال جمعه، ركض وراء المناصب تبوأها، بحث عن الأسباب المختلفة التي تزيده قوة وصحة وعافية وصل إليها. نعم، بحث عن صفقات تجارية، لكنه لم يخطر في باله أبدا 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 أن يتمتع بينبوع هذا كله، وهو أن يجعل لنفسه نصيبا من حب الله له. خسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبك نصيبا. أنا الآن صحيح البدن، أتمتع بالرشد، بعقل، لي من المال ما يكفي ويزيد، لي دار أتمتع بها وكل شيء، لي شهرة، لي مكانة، لكن إذا كان رب العالمين مرضيا عني، إذا ربي مولاي وخالقي ما بيحبني، ساخط علي، شو استفدت؟ كل هذا النعيم الذي جمعته لا يمكن أن يتغلب على غصة الشقاء التي تنتابني من سخط الله علي، أليس كذلك؟ إذا صح منك الود فالكل هين، وكل على من على وجه التراب تراب، وكل الذي فوق التراب تراب. لكن إذا ما لم يصح الود من الله عز وجل، والله لو أنني جمعت كنوز الدنيا كلها غصص. الإنسان الذي كافح في حياته من أجل نزواته، من أجل شهواته، من أجل رغائبه، ونسي أن يكافح من أجل الحصول على محبة الله عز وجل له، ومن ثم محبته لله عز وجل، ممكن يجمع مال ونشاب وشهرة ولكنه لن يسعد بذلك أبدا. واحد بيقول ليش ما بيسعد؟ كم وكم رأينا أناسا لم يعرفوا ربهم، فجمعوا من المال ما جمعوا، ومن المتاع، ومن أسباب الشهوات والرغائب والأهواء، وشحن مبسوطين. ما الجواب؟ أما أن في الناس من قد جمعوا، نعم، وهم بعيدون عن الله، وأما أن في الناس من نسجوا لأنفسهم شهرة ومكانة ووصلوا إلى مبتغيات نزواتهم ورعنا، كل هذا ممكن. أما أن تقول إنهم قطفوا بذلك ثمار السعادة فأبدا، هذا لم يحصل. السعادة لا تنبثق من مال تجمعه، ولا من عافية تكتنز في كيانك، ولا من شهرة تنسجها لنفسك، ولا من الشهوات التي استطعت أن تحققها لنفسك. ممكن كل هذا بيتحقق، لكن السعادة لا تنبثق منها. السعادة تنعكس من عند خالقك سبحانه وتعالى على قلبك، هو الذي أضحك وأبكى. ألم نشرح لك صدرك؟ من هو؟ هو القائل الله، هو الذي يشرح الصدر. إذا شاء شرح لك صدرك ولو لم يكن لديك من متاع الدنيا شر ونفير.
والله ستشعر أن في قلبك شيئا يرقص. وإذا شاء جمع لك الدنيا حطامها كله وكل شيء وكل شيء، وجعلك تشعر بالاختناق من الوحشة التي لا تعلم من أين تأتيك. نعم هذا شيء معروف، وكم وكم ذكرنا أدلة ذلك. العالم كله مسرح يدل على هذه الحقائق. الذين يطرقون أبواب الانتحار في المجتمعات الغربية كلهم أو معظمهم ممن يتقلبون في النعيم ورغد العيش، وممن حققوا لأنفسهم كل الأهواء، ما سعدوا، ما سعدوا أبدا. يخطئ من يتصور هذا الأمر. إذا شاء الله عز وجل أن يتجلى على قلبك بالرحمة سيجعل من قلبك منبعا لسرور لا ينضب. أنا أرى أناسا مجانين في الواقع، هم فعلا بالمعنى الكلمة مجانين، وربما كان الحمقى من الناس والمغفلون يعني يقولون طيب هذا مسكين شقي، طيب شو عمل حتى ربي عز وجل أشقاه. لكن عندما أحتك بهؤلاء الناس وأخاطبهم قليلا، والله أجد أن الواحد منهم يفيض قلبه سرورا، يفيض قلبه حبورا، أجد أن حبوره تصل عدوى حبوره إلي، سروره إلي. وكم وقفت مع أناس من هؤلاء هذا القبيل من أجل أن أخذ هذه العبرة. لك شو اللي عم يخليه ينبسط؟ شو اللي عم يخليه ينسر؟ نعم. لكن الإنسان الذي نال محبة الله الباري يحبه، أكيد هو كمان راح يحب الله، ما بيصير لما الباري سبحانه وتعالى بيحبك وانت بتحبه. الله حدث عن نشوة السعادة ولا حرج، حدث عن نشوة اللذائذ التي لا تستطيع بلاغة الفصحاء أن تستبينها وأن تبينها ولا حرج أبدا. وصدق إبراهيم ابن أدهم الذي قال لو علم الملوك اللذة التي نتقلب فيها لقاتلونا عليها بالسيوف. مظبوط. منين اجت اللذة؟ منين؟ من حب مولاك لك وحبك له، يحبهم ويحبونه. مظبوط. يا رب اجعلنا من عبادك الذين احببتهم فاحبوك. هي هذا هو الرغد العيش، هذا هو رغد العيش. نعم باري عز وجل بيعطيك فوق منا كمان، وبيبسطك وبكيفك وبتعيش، لكن الذي لا تكمن في اللقمة التي تأكلها ولا في الشهرة التي تنالها، الذي تكمن في الحب الساري ما بينك وبين مولاك سبحانه وتعالى. نعم صدق ما قال إلهي أميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبك نصيبا. ثم يقول إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار، فأرجعني إليها بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار، حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك بها، مصون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها، إنك على كل شيء قدير. الآن بدأ الدعاء. نعم. إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار. طيب ما معنى هذا الكلام؟ أنا الآن عرفت الله بدون دليل، كما يقول مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه، عرفت الله بدون آثار بدون الأدلة، هل أبقى هكذا معرضا عن الآثار؟ يقول لي الله لا، أنت عرفتني خلاص ارجع للآثار، أنا الآثار خلقتها مشانك، المكونات سخرتها لك مشان حتى تمارسها. عرفت ربك وعرفت أنه مكون الأكوان
ومنور كل شيء، وبالله استبصرت بكل شيء، بكل شيء. الآن كويس، الآن ارجع إلى الآثار. يعني ما الآثار؟ الدنيا، الأرض التي ينبغي أن تفلحها وتزرعها، المال الذي ينبغي أن تستخدمه لإقامة المجتمع، نعم، الكنوز والمدخرات الموجودة في باطن الأرض التي ينبغي أن تستثيرها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فيقول ابن عطاء الله: يا ربي أمرتني بالرجوع إلى الآثار لكي أستخدمها بما أمرتني، فأرجعني إليها لكن بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار، رجعني إليها لكن على أن أستخدمها فيما أمرت، وعلى أن لا أحجب بها عن نور الهداية وعن وجودي معك دائما ومع مراقبتك دائما. رح أرجع لها لكن أتخليها تصير حجاب بيني وبينك، وهي صعبة، بدها التجاء لله عز وجل. الإنسان اللي عرف ربه سبحانه وتعالى، نعم كما قال رأسا، ربي بيقول له خلاص رجع بقى للدنيا التي أقمت فيها حتى تنهض بالمهمة بالوظيفة التي أقمتك فيها. بيجي بشوف شيء بينزله، بشوف مال، بشوف أمور تتفق مع شهواته، بده يمارسها ما بتلاقي غير ركن إلها. هون بقى العلاج شو هو؟ الالتجاء إلى الله، بتمارسها وأنت تطرق باب الله، تقول يا رب ها أنا عدت إلى الدنيا لأعافسها وأشتغل بها، لكن يا ربي دخيلك لا تخليها تصير حجاب بيني وبينك، لا تخليها تنسيني حبي إليك، نعم اجعلها سببا لمزيد قربي إليك يا رب. هذا معنى كلامه: أمرت بالرجوع إلى الآثار فأرجعني إليها لكن بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار، حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك بها. هو ابن عطاء الله يعتبر حاله من السالكين مو من الربانيين الكبار، أنه يا ربي أنا دخلت إلى حضرتك وعرفت عليك بالآثار، هالآثار شفتها تفكرت فيها عرفت أنها دالة على وجودك، رأيت فيها بصمات الربوبية، فدخلت بالآثار إليك. الآن رح أرجع إلى هذه الآثار لأقوم بالوظيفة التي كلفتني بها، لكن يا رب أرجعني منها إليك، لا تخليني دائما دائما محبوس فيها، خليني وأنا عم عاملها وأنا عم بقوم بوظيفتي اللي أمرتني فيها، خليني دائما أرجع منها إليك، دائما كون معك، نعم، حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك بها مصون السر عن النظر إليها. يعني ما تكون الدنيا مشاغلي، ما تشغلني عنك، ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها، ما أعتمد على المال اللي جمعته، على التجارة التي وصلت إليها، على الشهرة التي نلتها، عن المجتمعات التي دخلت فيها وقمت بشؤونها، هي كلها تبتلهي وتنسي الواحد. فيا رب لا تخليني أعتمد عليها، خلي همتي عالي تكون مربوطة فيك يا رب، يعني كن دائما متوكل عليك، أكون عرشيا وفرشيا. شو يعني عرشيا؟ عرشيا يعني مع الله، فرشيا يعني أتعامل مع الدنيا، الفرش يعني الأرض، نعم أتعامل مع الدنيا وبشتغل مثل ما بيشتغلوا هادنكي، يعني ما بيعرفوا ربهم، لكن أنا أعمل في الدنيا وأنا مع الله سبحانه وتعالى. مثل عبد الله بن المبارك مثلا، كان تاجرا من ألمع التجار وغنيا من أغنى الأغنياء، لكن هل حجبه غناه عن الله؟ أبدا، بشكل من الأشكال، كانت تجارته عبادة، هكذا يدعو ابن عطاء الله أن يكرمه الله بهذا أيضا.
ولعلكم تذكرون ما قلت لكم أنه لما حانت وفاته عبد الله بن المبارك كان في رحلة في الطريق ومعه نعم صاحبه خادمه، قال له ضع خدي على التراب، يعني كبر ليش لحتى حط خده على التراب، قال له أقول لك ضع خدي على التراب. طيب فعل هذا فبكى، قال له ما يبكي ليش هيك؟ قال صح، فإني دعوت الله عز وجل أن يجنبني جبين الأغنياء وأن يميتني ميتة الفقراء. يعني أنا الله أعطاني بس بدي أعلن لربي إني أنا فقير، صحيح أعطاني الملايين لكن هل أصبحت غنيا؟ أبدا أبدا، بدي برهن لربي أعطيتني وأكرمتني وكل شيء، لكن يا ربي ها أنا أرحل إليك وأنا أفقر الفقراء، المال ما حجبني عنك، كل شيء أعطيتني يا ما نساني فقري إليك، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهيك نعم، فابن عطاء الله يدعو الله أيضا بهذا، يا رب أمرتني بالرجوع إلى الآثار ها أنا سأرجع، لكن لا تجعل هذه الآثار حجابا بيني وبينك، فيها لذائذ فيها متع بتسكر، نعم خليني معك يا رب، خليني معك حتى أعود منها إليك كما دخلت بها إليك، نعم، واجعل همتي مرتفعة عنها، بعتمد عليك ما بعتمد عليها. نعم هذا الدعاء كل واحد منا لازم يدعو الله عز وجل به. نعم ثم يقول إلهي هذا ذلي ظاهر بين يديك وهذا حالي لا يخفى عليك، منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليك، فاهدني بنورك إليك وأقمني بصدق العبودية بين يديك. إلهي هذا ذلي ظاهر بين يديك، إذا أردت أن تصل إلى الله وإذا أردت أن تدخل حضرة الله وأن يتجلى الله عليك برحماته، فالباب الأوحد الذي تدخل عليه بهذا هو باب الذل، باب الذل كما يقول يا رب أنا داخل عليك بالذل الذي هو كسوتي وهو ردائي وهو هويتي. نعم يعني زيد من الناس بيطلع على حاله بزمانه ما عصى الله أبدا، بينظر بيلاقي حاله من العلماء الراسخين الذين يشاروا إليهم بالبنان، هدى الله على يده أناس، شو بيقول لحاله؟ بيقول لحاله إيه أنا الله عز وجل أكيد رضيان عني وحاببني، ليش حتى حط واطية؟ نعم هذا الإنسان إن تفكر بهذا الشكل طرد من رحاب الله، طرد من أبدا. طيب واحد يقول إيه هذا الإنسان ليش حتى يتزلل؟ ليش بيتزلل؟ للمعاصي. أما إذا واحد مو كان عاصي طيب ليش حتى يتزلل؟ لا أنا ليس لي فضل في شيء مما وفقني الله عز وجل له، علم مين اللي علمني؟ هو تعليم مين اللي وجهني أني أحكي للناس وأعلم الناس؟ هو. طيب عبادة قمت بها من الذي أنهضني إليها؟ الله. من الذي شرح صدري لها؟ الله. هذا الذي أعتز به هو يحملني مزيدا من أعباء منن الله عز وجل علي، ما أنا ما لا شيء. إذن كسوة الذل ما في غيره، بدك تدخل على الله لو كنت أنت من أقرب المقربين بالذل. ويقول الإمام أحمد الرفاعي في بعض كتبه يقول طريق وصولك إلى الله خطوتين، الخطوة الأولى أن
تضع قدمك على عنقك، والخطوة الثانية بتكون وصلت إلى الله. شو يعني أن تضع قدمك على عنقك؟ يعني تمارس الذل. الذل مو للناس، لله عز وجل. ويقول أحدهم، بعض الناس لا أذكر من، نظرت إلى الطرق الموصلة إلى الله فرأيت أكثرها مزدحمة، ونظرت إلى طريق التذلل فرأيته خاويا خاليا وقصيرا. ليش؟ بدك تدخل بطريق الاعتزاز بعملك، يا مناس، لأنه فيها لذة للنفس. نعم، بدك تدخل بالاعتزاز بجهادك، أنك أنت عم تجاهد في سبيل الله ودائما سلاحك بيدك وأنت تقاتل في سبيل الله. نعم، النفس لها حظ في هذا كتار اللي بيشتغلوا هالشغلة. بدك تدخل إلى رحاب الله بالصدقات، بالمال، بالمبرات، يا رب أنا عطيت لفلان وفلان 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 مليون ليرة وزعتهم كلهم طقة واحدة وكذا. النفس لها حظ كتار اللي بيشتغلوا هالشغلة. لكن الذي يسير إلى الله من باب الذل يتبرأ من حوله وقوته، ويرى نفسه مقصرا في جنب الله، مقصرا في أداء حقوق الله. هي ما النفس ما لاحظ فيها، نفس ما لاحظ فيها. من الذي يفعلها؟ الذي صفت سريرته عن الشوائب، والذي رأى أنه يعني لا شيء، لا شيء. نعم، وعندئذ يجعل الله منه كل شيء. نعم، هذا معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. إلهي، هذا ذلي ظاهر بين يديك، وهذه حالي لا تخفى عليك. ما هي حاله؟ حال التذلل. ابن عطاء الله لا يتباهى بعلم من هذه العلوم، قد كان من أكبر العلماء، كان له مكان في الأزهر، وكان، لكنه لم يكن يرى لنفسه شيئا. نعم، منك أطلب الوصول إليك، ما في وسيلة بيني وبينك أنت، لا أضع بيني وبينك وسيلة لتوصلني إليك، منك أطلب الوصول إليك. نعم، فيا ربي لا تحوجني لوساطة، لا تحوجني لدليل غيرك، أنت دليلي، أنت دليلي، أنت النور الذي به أهتدي في فجاج حياتي. نعم، منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليك. لما بدي زيد إيماني بك بلتجأ إليك لحتى تزيد إيماني بك. نعم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. نعم، فأنا بك أستدل عليك، يعني مو بالآثار. كيف يعني؟ لما بلاقي أنا عم عاني من قسوة قلب بدي بقعد بقى بلتجئ إليك، بتضرع يا رب أنا مريض، أنا عم عاني من قسوة في قلبي، يا رب خلصني من قسوة قلبي، دخيلك يا رب. نعم يا رب، الشيطان عم يدخل علي وعم ينبث فيه شكوك وريب وكذا، خلصني منه. فأنا بك أستدل عليك وبك أمتن إيماني بك. نعم، فاهدني بنورك إليك، وأقمني بصدق العبودية بين يديك. هذا ليس الدعاء الذي ينبغي أن يقوله ابن عطاء، بل كل واحد منا ينبغي أن يقول. نحن أولى، نحن نقول هذا بحق وصدق، لأننا نحن أهل لأن نقول هذا الكلام. اهدني بنورك إليك، وأقمني بصدق العبودية بين يديك. ما معنى صدق العبودية؟ صدق العبودية هذا هو أن تعلم أنك لا تملك من أمرك شيئا، لا تملك حولا ولا قوة، ولا تملك شيئا ما إلا بالله سبحانه وتعالى. هي واحدة. وأن تعلم أنه ليس لك فضل في طاعة أديتها، ولا في صدقة تصدقت بها، ولا في علم تعلمته أو علمته، ليس لك فضل في شيء من ذلك كله، إنما الفضل لمن علمك ولمن هداك ولمن أرشدك. ها
هذه هي العبودية. معنى العبودية لله هي هذه، يعني أن تعلم أنك لا شيء، لا شيء. طيب، وإلى جانب ذلك في حب، الحب، العبودية تورث الحب، يعني تعلم أن الله عز وجل هداك إلى الإيمان به، إذن بحبك تمارس تبادل حب. تعلم أن الله عز وجل أكرمك بنغد العيش، بالعافية، بالصحة، بالمتع، دائما هذا يجعلك تحبه سبحانه وتعالى. لكن إياك أن تسكرك المحبة عن العبودية، وإياك أن تنسيك العبودية الحب. كما قلت بالأمس، جناحان لا بد منهما ليصل الإنسان إلى الله، بالحب والعبودية. هلا الحب وحده ما بيكفي، أنا إذا أحببت الله عز وجل الحب يسكر، بصير بقى عبوديتي بتغيب عني، بقول مثل ما قال ابن فارض: عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محب بما يرضيك مبتهجي. أو بقول: لو قالتيها انقف على جمر الغضى لوقفت ممتثلا ولم أتوقف. إم صحيح، لو أنه بلحظة واحدة ما بقدر واقف على جمر الغضى بشكل من الأشكال. لكن الحب شو بيساوي؟ بيسكر، بيخلي الواحد ينسى حاله. يا رب أنا بحبك، جربني مثل ما بدك، والله لتلاقيني مثل ما بدك. إيه نعم. كان واحد بيقول دائما، بعيد هالكلام: وليس لي في سواك قصد، فكيف ما شئت فامتحني. وما لازم يحكي هالكلام، بس منطق الحب ينسي. شو الفرام يلي بيخلي الواحد ما يحكي هالكلام؟ العبودية. العبودية أنا لا شيء، ما بيطلع بإيدي شيء، كيف امتحني؟ شلون بدك بده يمتحنك إذا ما أعطاك قوة من عنده؟ شو بيطلع بإيدك إذا كان ما صبرك؟ من أين بدك تجيب الصبر؟ لذلك شو قال ربي: واصبر وما صبرك إلا بالله. يعني كلمة وما صبرك إلا بالله، يعني لا تنسى أنك عبد مملوك لله سبحانه وتعالى. نعم. ثم يقول: إلهي علمني من علمك المخزون، وصني بسر اسمك المصون. هذه الفقرة نعم قصيرة، لكنها في الواقع تستطن كلاما طويلا الحقيقة، ومن الخير أن نقف عندها، وإن شاء الله يعني خلال درسين أو ثلاثة ننهي ونختم هذا الذي ختم به ابن عطاء الله حكمه، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ونختم درسنا كالعادة بالدعاء آملين الاستجابة من مولانا وخالقنا. اللهم لك الحمد حمدا يبقى ولا يبيد، على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أنت خلقتنا، وأنت تهدينا، وأنت تطعمنا، وأنت تسقينا، وأنت تميتنا، وأنت تحيينا. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا. اللهم اجعلنا ممن يهتدون بهديك ويستنيرون بنورك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبيدك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم،
والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة يا رب ورغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا بنعيم الوقوف على بابك، أكرمنا بنعيم الالتصاق بأعتابك يا رب، أكرمنا بدخول ساحة كرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. يا رب أعطنا ولا تحرمنا، يا رب أكرمنا ولا تهنا، يا رب زدنا ولا تنقصنا، يا رب آثرنا ولا تؤثر علينا، يا رب استرنا، استرنا بسترك الجميل، يا رب خذ بنواصينا جميعا إلى ما يرضيك واصرفنا عما لا يرضيك بقدرتك، فإنا نبرأ من أوهام حولنا وقوتنا، أنت ربنا بك نلوذ وإياك نسأل، أنت رجاؤنا يا رب العالمين. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإكرام، نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة وقد دخلنا في ساحة إكرامك ضيوفا ننتظر فضلك وكرمك، نسألك بأسمائك الحسنى كلها أن تجعل هذه البلدة بلدة مباركة طيبة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا رب من أراد هذه البلدة بسوء في دينها أو دنياها فاقصم يا الله وخذه أخذ عزيز مقتدر. يا رب من أراد شامنا هذه بسوء في دينها أو دنياها فاقسمه إلهي، اقسمه إلهي، اقسمه إلهي عاجلا غير آجل وخذه أخذ عزيز مقتدر. يا رب من أراد هذه الشام بسوء في دينها أو دنياها فاقسمه وخذه أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب ليس لنا عمل صالح نتقرب به إليك، ولكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، مقرون بأخطائنا، معترفون بتقصيرنا وسوء حالنا، ولكننا نعلم يا ربي أنك أنت ربنا لا رب لنا سواك، أنت ملاذنا لا ملاذ لنا سواك، إن طردتنا عن رحابك إلى أين نذهب؟ لا نفر منك إلا إليك، لا نفر من سخطك إلا إلى رحمتك، فيا رب اقبلنا، اقبلنا عائدين إليك مستغفرين متوسلين برحمتك التي وسعت كل شيء أن تتوب علينا وأن تستجيب دعاءنا وأن تعطي كل واحد منا سؤله في هذه الساعة المباركة، وأن ترفع أيدي الطغاة عن دينك وعن بلادك الإسلامية يا ذا الجلال والإكرام. يا رب قد أمهلتهم كثيرا، فهلا أخذتهم؟ هلا قضيت عليهم قضاءك المبرم يا رب العالمين؟ يا الله يا الله يا الله، إننا مؤمنون بك، نعلم أنك تسمع الساعة كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك بعلمنا هذا بك وبيقيننا بألوهيتك وربوبيتك وذل عبوديتنا لك أن تستجيب دعاءنا. ارفع أيدي الطغاة عن أوطان المسلمين وعن المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، كف أيديهم عنهم يا أرحم الراحمين. يا رب إنا نجعلك في نحورهم، يا رب إنا نعوذ بك من شرورهم. يا الله يا من إذا دعاه الداعي استجاب وقال لبيك، أنت الرب الذي قال في محكم تبيانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك كما أمرت، فاستجب دعاءنا كما وعدت يا ذا الجلال والإكرام. منك الهداية يا هادي المضلين، يا مقيل عثرات العاثرين، اهدي قادة المسلمين،
في مشارق الأرض ومغاربها، واهدنا جميعا إلى سواء صراطك المستقيم، واجعلنا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كيد الكائدين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.